معنا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف الدين، هل الوضع في تونس الآن أسوأ مما كان عليه حين تم الحظر، حظر التجول الأول والإغلاق الأول؟ صحيح فضيلة، ما تفضلت به الآن دقيق. نحن نقف على بعد أمتار من الإدارة الجهوية للصحة في تونس، وورائي هناك صفوف من المواطنين من بينهم حالات إيجابية أو مشكوك جدا في أنها حالات إيجابية، ينتظرون مواعيد لتحليل أو القيام بتحاليل PCR للتأكد من حملهم للفيروس، وهناك أشخاص آخرين ربما يحملون الفيروس ربما لا، ما يزيد من خطورة هذا الوضع. في الحقيقة فضيلة، لا تملك الدولة التونسية ما يكفي من التحاليل، فأصبح الاكتظاظ هو عنوان بارز أمام الإدارات الجهوية للصحة في كامل ولايات تونس، خاصة ولايات العاصمة الأربعة الذين تحدثنا عنهم، وهم طبعا منوبة وأريانا وتونس العاصمة وبن عروس. هناك نقص أيضا في لقاحات نزلة البرد الموسمية التي أوصت الدولة بأخذها من قبل المواطنين. انتهت الحمولة الأولى والتونسيين ينتظرون الحمولة الثانية تأتي من الخارج، وذلك للتأكد بعد أخذ التطعيم من أن العلامات هي علامات كوفيد وليست علامات نزلة البرد الموسمية. في الحقيقة القطاع الصحي التونسي فضيلة يعاني من نقص فادح أيضا في أسرة الإنعاش. في المستشفيات هناك نوع من الاكتظاظ، الأمر يذهب نحو مزيد من الخطورة، مضطرة السلطات إلى فرض الحجر أو حظر التجوال ابتداء من هذه الليلة في العديد من ولايات تونس. نعم فضيلة. شكرا سيف الدين العامري من تونس.